جاني سؤال بيقول: هل السيد المسيح ذو المجد يعرف اليوم والساعة الأخيرة؟ لأن هو قال: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. فهل السيد المسيح كان يعلم اليوم يعلم اليوم أو لا يعلمهم؟ وإذا كان يعلمهم ليه بيقول كده؟ سؤال جميل جدا، يبدو انك راجل يعني قارئ جيد، نشكرك يعني ونحييك. و في يعني اقول لك في الاخر ان السيد المسيح لا شك ان هو كان يعلم اليوم والساعه. وايه الدليل على كده؟ الدليل ان السيد المسيح له المجد هو الاقنوم الكلمه، هو اللوغوس، هو عقل الله الناطق، او هو نطق الله العاقل. وقال في بداية إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وبعد كده يقول: والكلمة إيه؟ صار جسدا. فالسيد المسيح له المجد هو كمان هو خالق كل شيء، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة. فكلمة الله عقل الله، الله لما خلق العالم خلقه بعقله وبحكمته، فمش معقول اقنوم العقل والحكمه ما يعرفش اليوم الاخير. اكيد يعرفه طبعا بكل تاكيد. يعني الحاجه الثانيه ان السيد المسيح له المجد هو كلي الحكمه والعلم، وقال عليه الكتاب المقدس تعبير جميل قوي: المزخر فيه جميع كنوز الحكمه والعلم. فازاي هو مزخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم وهو ما يعرفش اليوم الأخير؟ مش ممكن. زائد كمان قال عليه معلمنا بولس الرسول كلمة جميلة قوي، قال أنه قوة الله وحكمة الله. فإذا كان هو قوة الله وحكمة الله، إزاي مش هيعرف اليوم الأخير؟ أكيد بيعرف، هو اللي عينه، هو اللي حدده. وبعدين إذا كان الأب يعلم، فالسيد المسيح برضو قال: كل ما للآب هو لي. يعني هو كل حاجة في علم الآب أو في معرفته هي للابن أيضا، لأنهم طبيعة واحدة، لاهوتية، طبيعة واحدة. فإذا هو يعلم كل ما للآب، فهو يعلم أيضا اليوم الأخير زي الآب بالضبط. وقال: أنا في الآب والآب فيا. يعني في وحدانية كاملة في بين الاب والابن، فاكيد اللي بيعرفوا الاب بيعرفوا الابن ايضا. وبعدين في نقطه تانيه عميقه جدا، هي ان سبق ان تعين يوم تجسد الابن ومجيئه للعالم لفداء البشريه. يقول: وفي ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه. فاذا كان هو اللي يحدد خلاص البشريه وحدد الابن هيجي امتى، هل مش هيعرف اليوم الاخير امتى؟ اكيد هيعرفوا. وفي الاخر اقول لكم ان الابن اقنوم الابن هو في اليوم الاخير اللي هيدين العالم. فازاي هو هيدين العالم هو مش عارف اليوم ده هيبقى امتى؟ اكيد يعرفوا طبعا، خدين بالكم. طب ليه بقى قال لا يعلم الابن الا الاب؟ هو قال كده عشان التلاميذ لو قال لهم اعرف اليوم الاخير هيقعدوا يلحوا عليه بقى كل شويه في الحوارات، يقعد يسألوه عدة أسئلة. فهو مش عايزهم يركزوا على هذا الأمر، بدليل إنه يقول لهم إيه: وأما بولس الرسول يقول في رسالته: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. يعني ما فيش داعي نشغل نفسنا بيها، بل عشان يخلينا دايما في حالة استعداد وفي حالة سهر لمجيء الرب. دي الوصية اللي الإنجيل بيحاول يعلمها لنا، إن إحنا دايما نبقى في حالة استعداد وسهر، ما نقعدش ندور على القيامة هتقوم امتى. طب ما هي القيامة يعني لما الواحد حياته تنتهي على الأرض ويجي اليوم اللي يسلم فيه الأمانة لربنا، هو ده آخر يوم بالنسبة له، هي دي القيامة. فلا دي بنعرفها ولا القيامة العامة حد بيعرفها، لكن كلها تحتاج إلى السهر وإلى الاستعداد عشان الإنسان يخلص ويهتم بخلاص نفسه أفضل من الاهتمام بمثل هذه الأسئلة. ودي بتورينا عدة أمثلة أقولها لكم قبل ما أنتهي، وهي مثلا خدوا مثل مدرس الفصل. مدرس الفصل اللي بيحط الامتحان،
وبعدين يجي تلميذ من تلامذته يقول له يا أستاذ هل السؤال ده هيجي في الامتحان؟ المدرس يقول له ما عرفش. هل المدرس ما بيقولش الحقيقة؟ لا طبعا بيقول الحقيقة، بس هو لأنه هو ما يقدرش يقول الامتحان هيجي في إيه. كذلك برضو أديكوا تشبيه آخر، أب الاعتراف. لما واحد يجي يسأل أب الاعتراف يقول له الأخ الفلاني أو الأخت الفلانية دي أخبارها إيه؟ يقول له معرفش. هل أبونا ما بيقولش الصحيح؟ لا بيقول صح، بس هو مش في حل إن هو يعطي أسرار الآخرين للناس. دي مش حاجة على المشاع تتذاع في العالم يعني.